طيب الموضوع برضو اليوم هيستوغرام إيكوالايزيشن. الوظيفة هذا الموضوع قلنا انه احول الهيستوغرام بتاع اي ايمج لازم يكون يونيفورم عشان اعمل كول ذا values of the image to cover the dynamic range of the image, وبكون كل probability تقريبا متساوية, probability حدوث أي رقم متساوية مع حدوث الرقم الآخر. فتكلمنا تقولنا في حالة مثلا لو كان عندي x random variable بمثل الإيمج, هذا الإيمج قيم الإيمج, فتكلمنا المرة فاتت عن discrete values. اليوم نتكلم عن اللي هي continuous values. discrete values كان أنا لما كان عندي قيمة r بدي أحولها ra, بدي أحولها ل s قيمة جديدة, هذه ال old value بدي أحولها ل new value. وقلنا عشان الصيغة اللي استخدمناها في ال histogram equalization أحول اللي هي عندي s i بتساوي l ناقص واحد في submission b r i على i, وهذا كلها بعملها عملية ايش راوندينج, بعمل بعد ما اخلص بعملها عملية ايش راوند, يعني بتصبح اس اي تساوي راوند ال ناقص واحد سميشن بي ار اي على الاي بي ار اي على الاي. الان الاي بي ار اي بدا من اقل قيمه, من اقل قيمه للاي لعند اقصى قيمه لمين للاي, الاي بتساوي يشكي اقصى قيمه للاي. تمام, فهذه كانت في مين, هذه في حاله ايش, في حاله الديسكريت. مثلا انها كانت اقول اقصى اقل قيمه تساوي اي بتساوي صفر, لأقصى قيمة إيش إذا؟ إذن ما أقدر أقول I من صفر لمين لك إيه. هذا كانت إيش في حال ديسكريت, وطبقنا المثال المرة الصار. الآن في الكونتينيوس, في الكونتينيوس نفس الإشي, في الكونتينيوس نفس الإشي. لاحظ بس اللي أنا بدي لاحظ أقولكم إياه هنا, هذا الفانكشن, هذا الفانكشن هي بتساوي هذا الفانكشن, فانكشن هذه بتساوي راوند r ناقص واحد l ناقص واحد في مين, هذا عبارة عن ال f r i random variable ايش r, يعني هذه هي ايش f r i اللي هي ايش cumulative distribution ايش function. فهذا ممكن انا احطها ايش احطها, خلاص انا هذا اللي بدي احكيها. خلينا نحكي على continuous random variable. كنت x continuous random variable image continuous او عندي continuous values, فانا كيف انا بدي احول ال old value r continuous ل new value, هاد old بدي احولها لمين ل new. في نفس الوقت انا هذه ال r بكون معطيني قيمه ايش probability of r, probability density function او f of r, هان f of r, f of r اللي هي probability density function. بدي كمان اوجد bs probability density function, probability density function لنيو values, لنيو values هاد old value old هاد new, هادي probability density function للold الold value, هذا probability density function لل new value ال s. إذا أنا مطلوب حاجتين, مطلوب واحد أجيب ال s, ورقم اثنين مطلوب أجيب ال bs, هذه رقم واحد ورقم اثنين بدك تجيب ال s وتجيب ليش ال bs. ف بدي استخدم نفس الصيغة, فبدي أقول s لل new هي بتساوي l ناقص واحد في f r للراندوم فاريبل r,
هنا مش هعمل راوند، هنا كان الراوند عشان في تقريب وفي كسور، هنا مش هعمل راوند. وتساوي ال ناقص واحد اف اف ار عباره عن تكامل من اقل قيمه اللي هي صفر probability اللي هي صفر لمين؟ لار، الاقصى لقيمه ار. ايش هنا؟ ل اف اوف ار دي ار. هاي بتعرف لانه الاف اوف ار قلت زي ما قلت لكم اياها، الاف اوف ار هي probability انه random variable اقل او بتساوي r، اللي هي بتساوي تكامل من صفر اقل مورد لمين؟ ل r f of r dr. خلاص، بمعنى انه لو انا عندي هاي القيم r وهي عندي f of r، ايش احتمال احصل على قيم r من صفر، من صفر لاي قيمه؟ احصل على قيم R من صفر ل L ناقص واحد في الإيمج، لمين؟ لقيم L ناقص واحد في الإيمج اللي هو قديش بتساوي؟ 256 ناقص واحد بتساوي 255. إيش احتمال احصل على هذا القيم؟ احتمال احصل على الصفر مثلا X مثلا هذا القيم، احتمال احصل على الواحد هذا القيم، احصل على 2 هذا القيم، احتمال احصل على هذا القيم. فهي أنا عندي هيك probability ما probability density function اللي هي f of r تأخذ هذا الشكل. طب ايش probability؟ probability انه ال r اقل مثلا من 10، او ال random variable r اقل من 10، نسميها probability f، نسميها f 10. f 10 probability random variable r اقل من 10 او R small أقل من 10. تمام. الهادي بدك تقول إيش؟ بدك تجمع كل probability الأقل إيش من 10. بدك تقول تكامل من تكامل أقل أو بتساوي، خلي بالك أقل أو بتساوي، بدك تقول تكامل من صفر لوين؟ لحد إيش؟ هاي العشرة، لحد العشرة بدك تجمعهم. فانت ما تقولش 10، ما تحددش 10، حدد بشكل مجهول r. خلي نعمل قانون عام، ف f مين؟ ف f of r d of r. بتعوض على الفانكشن هنا وتعوض على بيطلع لك الجواب بايش؟ ب r. بعد هيك ما تخلص بعوض في r بس 10 بعطيك الجواب بروت r ال 10. بعد هيك حط بوت r بتساوي 10. هنشوف الامثله اللي جاي. خلاص تمام. الآن خلينا نأخذ مثال هنا. الآن قبل ما أخذ مثال خليني أقول إنه ملاحظتين، خليني أقول ملاحظتين. الآن لاحظ إنه F R، F R بتساوي probability random variable r اقل او بتساوي r، اللي هي بتساوي تكامل من صفر ل r f of r dr. هاد f of r، تمام. هاد ايش؟ f of r. الان هي random variable r. الان انا لو انا خدت فضلت دي اف ار بالنسبه للار دي ار بتساوي تفاضل دي تكامل صفر لار اف اوف ار دي ار على دي ار، هذه تفاضلها دي اف ار على الار، تفاضل كومولاتيف ديستريبيوشن فانكشن، تكاملها انا بروح معاه بضل ايش؟ اف ار. اذا بقدر أقول هنا تفاضل الكميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن هو probability density function. هذا probability density function، هذا كميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن. أو تكامل الانتيجرال لـ probability density function هو عبارة عن كميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن. ممكن أستخدم هذه أو أستخدم هذه، تمام.
طيب إذن هنا نجي هذه بروبيت ار أقل من 10 الراندوم ار أقل هذه العشرة هي السمول ار هي السمول ار ار 10 والمقصود هنا السمول ايش ار خلاص تمام طيب الآن هذه فهمنا هذا البيزل الأول البيزك التالي أنا بدي أحكي فيه إنه أنت الآن قدرت توجد اس هاي اس أوجدنا اس لكن أنا كيف بدي أوجد بي اس في الكونتينوس كيف بدي أوجد كنا في الديسكريت نعد عدد ونجيب عشان أوجد في قانون بقول لك بي اس بي اس أو اف اس في الكونتينوس بي اس بتساوي بي ار في دي ار على دي اس حيث الار بتمثل الاكس والاس بتمثل الواي يعني بقدر اقول بي واي بتساوي بي اكس بي اكس في دي اكس على دي واي الابسولوت فاليو او ممكن اقول بدل البروبرتي مثلا يكون اف واي بتساوي اف اكس في دي اكس على دي واي ابسولوت فاليو هذا في حاله ايش الكونتينوس في حاله الكونتينوس اف واي بتساوي اف اكس لا انا بطلب بدي مين اف واي اف واي في الحاله هذه عباره عن مين اف واي عباره عن ايش اف اس يعني بقدر اقول انه اف اس بتساوي اف ار في دي ار على دي اس هذه المعادلة اللي من خلالها أنا بستطيع أحصل to get fs أو في كتب تاني برمزولها بالرمز ايش ps تمام fs خلاص هذا قانون العام ps بتساوي br على dr فهذا قانون خاص تعريفه في الكونتينوس فاليوز فانا بدي اعرفه بالتعريف اللي انا بستخدمه على طول اللي هو انه انا بستخدم بدل البي بستخدم اف في حاله الكونتينوس هو اف واي بتساوي اف اكس دي اكس على دي واي حيث انه الواي بتمثل الاس والاكس بتمثل الار تمام هيك تمام اذا انا بدي اعطي مثال ونشوف كيف بنحل او قلت لك انا لو قلت لك اكزامبل مثلا اكزامبل قلت لك عندي given اف ار تساوي ار تربيع اعطيك مين هنا كوميونتي ديستريبيوشن فانكشن واحد قال لك واحد فايند اف ار probability density function اثنين find tr ثلاثة find bs او fs ايش fs هاي ثلاث مطالب أوجد حل هذا السؤال عشان نحل هذا السؤال إيش أنا بروح بدي أعمل إيش أنا بدي أروح أعمل بدي أول حاجة عشان أجيب بدو إيش اف ار زي ما خدت في المثال السابق إنه هنا زي أنا شرحت ثاني إنه زي أنا شرحت إنه تفاضل التكامل هو عبارة عن مين اف ار فبدي أروح أفاضل إيش التكامل بقول دي اف ار random variable ار على دي ار بتساوي 2 ار هي هذا عبارة عن مين اف ار هذه اول مطلوب المطلوب الثاني بده تي ار اللي هي بتساوي ايش الاس للنيو فاليو الاس بتساوي ال ناقص 1 بضربها في مين في اف ار random variable ار وتساوي ال ناقص 1 في اف ار اعطاني اياها اللي هي ايش ار تربيع هذا المطلوب الثاني المطلوب الثالث اللي بده البي اس او الاف اس البي اس عشان نجيب البي اس في قانون قلنا البي اس
تساوي البي ار في دي ار على دي اس تربيع. او ما اقدر اقول بدل بي اس اقول ايش اف اس بتساوي اف ار في دي ار على دي اس ابسولوت فاليو. باجي بعوض هنا الان اف ار انا عندي اعطاني اياها اف ار جبت اف ار بتساوي طلعت بتساوي 2 ار. قل لي الان بدي اجيب دي ار على دي اس. عشان اجيب دي ار على دي اس هاد واحد، وكمان انا اوجدت اللي هو الاس بتساوي ار تربيع في ال ناقص واحد، او ال ناقص واحد ايش ار تربيع. لو قلت انا هذا الدي اس على دي ار ايش هيعطيني من اثنين؟ هاد اثنين ايش هيعطيني؟ هيعطيني اثنين ال ناقص واحد ار. اذا هو هنا طلب عكسها، يعني عكسها دي ار على دي اس شقلبها، يعني هذا شقلب الدي ار فوق الدي اس تحت، اذا بتساوي واحد على اثنين ال ناقص واحد في ار. هاي رقم ثلاثة. اذا اف اس بتساوي اف ار اللي هي اثنين ار هيها ضرب عكسها ابسولوت فاليو كل القيم موجب بضل القيمة هي هي واحد على 2 ار في ال ناقص واحد. 2 ار مع 2 ار بتساوي واحد على ال ناقص ايش واحد. اذا probability density function عند كل القيم من صفر هاي الار لال ناقص واحد من صفر قديش بتساوي؟ اللي بتساوي واحد على ال ناقص واحد. هذه عبارة عن هذا ار وهادي هادي اس قيم اس وهادي اف اوف اس. لاحظ انه البروبابيليتي دنسيتي فانكشن لاف اوف اس للنيو فاليو اس هي عباره عن يونيفورم ديستريبيوشن، بمعنى انه عمل استخدام الكوميونيتي ديستريبيوشن فانكشن او استخدام الهيستوغرام ايكوايزيشن حول الاولد فاليو للنيو فاليو، والنيو فاليو هي اسمها الاس هاز بروبابيليتي ديستريبيوشن يونيفورملي. يعني معنى اخر انه احتمال احصل على اي قيمه من قيم الصوره متساوي. ولاحظ انه كل القيم منتشره على طول الصوره، وهذا بتكون حقق ايش الطلب انه كل القيم في الصوره احتمال حدوثها متساوي أو تكرارها في الصورة إيش متساوي عند أي قيمة S من صفر لأل ناقص إيش لأل ناقص واحد. هاي مثال. خلينا نأخذ مثال آخر، خلينا نأخذ مثال مثلا آخر. لو قلت لك مثلا example قلت F of R تساوي 2 ار على ال ناقص واحد ار من صفر لال ناقص واحد صفر إلس فايند اوجد فايند واحد اف ار 2 اوجد تي ار اللي هي عبارة عن مين الاس 3 اوجد بي اس او اللي هي نعرف اللي هي الاف اس. تمام ثلاث حاجات هذولا هو اعطاني الاف ار. اذا الاف ار اللي هي بروبابيليتي دنسيتي وهذا بده كوموليتيف. ايش علاقه الكوموليتيف مع بروبابيليتي؟ الكوموليتيف زي ما اخذتها في اول شيء اللي هي زي ما تفكرين اخذتها في اول شيء هاي الكوموليتيف بتساوي ايش هذا النوع كوموليتيف هذا ار تساوي بروبابيليتي الراندوم بروبابيليتي الراندوم اقل او بتساوي ار سمول او بسميها مثلا probability بسميها مثلا اف زموت بسميها دي اف ار مختصرها اللي هي نفسها اللي هي بتساوي تكامل من زيرو لار من القيمة زيرو لار اف اوف ار دي ار هذه كوميتيف ديستريبيوشن فانكشن. فهو عطاني الاف اوف ار هي عبارة عن مين تكامل من زيرو لار
2 على ال ناقص 1 هذا كله ثابت في ار دي ار، وتساوي نص ار تربيع من 0 ل ار وتساوي نص ار تربيع. هذه الاف اف ار كوميونيتي ديستريبيوشن فانكشن اللي هي ايش؟ في انا عندي ضل حاجه واحد اللي هي اللي ضلت، انه انا عندي اللي هو الكونستانت هذا اللي هو 2 على ال ناقص 1 اللي هو طبعا هنا 2 على ال ناقص 1، فبضرب هذا في 2 على ال ناقص 1، فهنا بطلع الجواب، بطلع الجواب اف ار اس ار تساوي 2 على ال ناقص 1، 2 على ال ناقص 1 في نص، في نص ار تربيع، هذه بتروح مع هذه وتساوي ار تربيع على ال ناقص 1. ار تربيع على ال ناقص 1 هذا عباره عن ايش؟ كوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن، وهو المطلوب الاول. المطلوب الثاني بده تي ار اللي هي بتساوي اس، تي اس اللي هي بتساوي هذه بتساوي ال ناقص 1 في التكامل 0 الار اف اوف ار على دي ار اللي هي بتساوي ال ناقص 1 في اف ار الار اللي هي بتساوي ال ناقص 1 في مين؟ في ار تربيع على على ال ناقص 1 على ال ناقص 1 تمام هيك. فهنا وتساوي هذه تروح مع هذه بضل الجواب مين؟ ار تربيع. طيب رقم 3 ايش بده؟ بده نكمل الفيديو، خلي هذا واحد وخلص السؤال هذا. بدنا اف بي اس او اف اس، عشان احصل على هذه القيمه البي اس في عند القانون هو البي اس بتساوي بي ار في دي ابسولوت فاليو في دي ار على دي اس. فانا بروح عندي هنا اعطاني ايش الاس، فبقول دي اس على دي ار بتساوي بفضل هذا ار بتساوي 2 ار تمام من رقم 2. اذا ومنها دي ار على دي اس بتساوي 1 على 2 ار تمام. بروح بعوض في القانون اللي هان، فبحصل على اف اس بتساوي اف ار، اف ار طلعتها اعطانيها في السؤال اللي هي عباره عن ايش؟ اف ار اعطاني في السؤال 2 ار على ال ناقص 1 اعطانيها في السؤال. في دي ار على دي اس هي عباره عن 1 على 2 ار، هذا تروح محل بضل جواب 1 على ال ناقص 1. لاحظوا انه ايش؟ نفس الاولى، انه هذه لو جيت رسمت هذه لو جيت رسمتها لو جيت رسمت هذه بتطلع لك هي عباره عن كل قيم اس الجديده من 0 ل ال ناقص 1 اللي هي كل بروبيت دنسيتي فانكشن تاعتها 1 على ال ناقص 1، هذه اف اوف اس او بي اوف اس، هذه عباره عن ايش؟ uniform distribution.